ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق، بعد التحية، إلى أي مدى ترى التحذيرات المصرية بخصوص خطورة التصعيد في المنطقة وتوسيع دائرة الصراع؟ يعني في تصوري أن هذه الرؤية المصرية كانت رؤية مبكرة جدا وتوقعت ما يحدث الآن، تلك التطورات المتلاحقة وذلك التتابع للأحداث واعتداءات وضربات ثم رد على الضربات ثم رد على الرد ثم رد على رد الرد، كل تلك التطورات تنذر بمواجهات شاملة، بانفلات الأمور، بمزيد من موجات الاضطراب وعدم الاستقرار، بالوصول إلى الحرب الإقليمية. كل ذلك نبهت له الدولة المصرية مبكرا. إذن هو الحل والإسعاف الأولي المبدئي هو الوصول إلى هدنة، وقف إطلاق النار. هذه الخطوات الأولى التي كان لزاما على المجتمع الدولي الغربي أن يمارس ضغوطا جدية حقيقية على الدولة العبرية وصولا إلى هذه التهدئة، إلى ذلك الاتفاق، اتفاق الهدنة، ثم تبادل الأسرى، وقف شامل لإطلاق النار، ثم بعد ذلك تحقيق التسوية. هذه هي المقاربة المصرية والرؤية المصرية، ولو استمع لها العالم وسط هذا الظلام وهذه العتمة في هذه العلاقات واللجوء إلى استخدام القوة وشريعة الغاب، لا يعني لهدأت الأوضاع واستقر، ولأن كل هذه موجات الاضطراب ستنال بالأضرار ليس فقط الفلسطينيين العزل ولكن أيضا كل المنطقة، بل أوروبا وأمريكا سينالهم الأضرار جمة وكبيرة والتداعيات يعني كارثية على المنطقة وعلى العالم، لو لم يستمع ولو لم يعني يمارس وبسرعة وفي هذه اللحظة الوقفة الحاسمة والضغوط الجدية الحقيقية على دولة إسرائيل والوصول إلى اتفاق. صحيح. طيب دكتور طارق، يعني كما تحدثت، الرؤية المصرية كانت واضحة منذ البداية في سعيها لعدم توسيع دائرة الصراع، لكن هنا التساؤل عن المجتمع الدولي ودوره فيما يراه في المنطقة، وهل المجتمع الدولي يدرك أبعاد توسيع دائرة الصراع وتأثيره ليس فقط على المنطقة لكنه أيضا على العالم ككل في ظل هذه الصراعات اللي بتتعدد أطرافها؟ يعني المجتمع الدولي الغربي تحديدا الأمريكي ومن ورائه الأوروبي لا شك أنه يدرك، لكن المشكلة ليست في الإدراك وإنما المشكلة في التطبيق والممارسة، المشكلة في الأهواء والمصالح السياسية، المشكلة في العين الحولاء، المشكلة في ازدواجية المعايير، المشكلة في عدم احترام القانون الدولي وعدم التشبث بهذه الشرعية الدولية والمرجعية الدولية، والوقوف بشكل أعمى ومنحاز ومساعدات لا محدودة للدولة العبرية. ففي وسط هذه الانتقادات لبنيامين نتنياهو سواء كان من الأوروبي أو الأمريكي، ولكن نجد ما زال الدعم مستمر، ما زال تدفق السلاح والذخائر مستمر من أمريكا لتل أبيب. إذن الممارسات تختلف تماما عن فكرة الأقوال والتصريحات، لكن لو تطابقت التصريحات والأقوال مع الأفعال والممارسات على الأرض لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من ذلك الاضطراب وهذه المواجهات وهذا التصعيد الذي يتلوه تصعيد، وهو ما يعني نبهت إليه مصر سواء كان في قمة القاهرة للسلام سواء كان في كل المحافل وفي كل الاتصالات، حتى الاتصال الأخير ما بين فخامة الرئيس السيسي وما بين نظيره الأمريكي جو بايدن، نبه إلى ضرورة أن تكون هناك وبسرعة وقفة حاسمة ومزيد من الضغوط حتى يتم الوصول إلى ذلك الاتفاق، لأن بالوصول إلى الاتفاق بتحقيق يعني تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار شامل يمكن بعد ذلك تحقيق التسوية، ويمكن البناء على هذه الخطوات التي لها يعني لها تلك المرجعية من ركائز في قرارات دولية. صحيح. ورؤية مجلس الأمن ورؤية المجتمع الدولي ورؤية محكمة العدل الدولية. ما دمت ذكرت هذه الجهات، فدعني أخيرا أسألك عن طرق الضغط الدولية لوقف يعني هذا الصراع الذي يعد من الأمور اللي بتسبب قلق كبير في المنطقة وبيعدد أطراف الصراع. يعني طرق الضغط يعني هي معروفة، لو كان هناك
ضغط، يعني لو توقفت الولايات المتحده والاوروبي عن تلك المساعدات وذلك الدعم السياسي والاعلامي والدعم بالذخائر وبالسلاح، كل ذلك لو توقف قليلا لكان يعني بمثابه ضغط حقيقي على بنيامين نتنياهو. لكن بنيامين نتنياهو حتى في هذه يعني الايام الاخيره يتلقى مزيد من هذا الدعم المستمر من جانب الاداره الامريكيه رغم ما يبدونه، ويطلقون عليه صرامه او حده في نبره الخطاب من جو بايدن لبنيامين نتنياهو، لكن ذلك يدحضه ويكذبه تلك المساعدات المستمره الامريكيه. فلو توقف الغرب يعني قليلا عن تقديم هذه المساعدات لكان ذلك الضغط الحقيقي الذي يعني يلزم بنيامين نتنياهو الذي هو مستمر، لانه يعني كانه عالق في اعلى الشجره، بمجرد ان تضع الحرب اوزارها، بمجرد ان ينزل من على الشجره سيقدم الى المحاكمه الجنائيه والمحاكمه السياسيه وكل انواع المحاكمات، لانه متورط بالاخفاق، اخفاق سياسي، اخفاق امني، اخفاق استخباري، صحيح. اخفاق في تحقيق كل ما كان عليه ان لزمن عليه ان يحققه، حتى انه متورط في جرائم جنائيه، كل ذلك هي الاسباب الحقيقيه، اسباب للدعم. شخصيه بحته تدفع نتنياهو لاستمرار هذه المجازر وهذه الحرب الظالمه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدوليه، كنت معنا عبر الهاتف.